تعالى وأن نتوحد في مواجهة هذا الوحش الكاسر، وعلى التحالف الدولي أن يستنفر كل طاقاته المادية والمعنوية للقضاء على هذا الإرهاب بكل توجهاته ومذاهبه ومدارسه، والتصدي للدول التي تدعمه وتقف وراءه وتمده بالمال والسلاح، وأن التحالف إن يفعل ذلك فإنما يدافع عن شعوبه أولا قبل أن يدافع عن شعوب الشرق.